التقى السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوفد من البنك الدولي برئاسة السيدة سيسيل فرومان المدير الإقليمي لبرامج التجارة والتنافسية بالبنك. وقد أعلن سيادته أن البنك الدولي قد وافق على تقديم منحة قيمتها 5 مليون دولار لتقديم دعم فني لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في تحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال إجراء إصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعي، وأيضا تخصيص الأراضي إلى جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات. وقال عبد النور إن الحكومة حريصة على استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حاليا والتي أسهمت في تصدر مصر لقائمة الدول الأعلى نموا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الإفريقية خلال عام 2014 بنسبة نمو 42% وبقيمة بلغت 18 مليار دولار، مؤكدا أن هذه المؤشرات دليل على نجاح مساعي الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال خاصة، وأن الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص وتخصيص الأراضي تمثل النسبة الأكبر في شكوى المستثمرين. ولفت عبد النور إلى أنه تم الاتفاق أيضاً مع وفد البنك الدولي على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية، مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية بهدف تعميق التصنيع المحلي وإيجاد العلاقات التشابكية في سلاسل القيمة المحلية وربطها بمثيلتها الدولية، مشيرا إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضا آلية تنفيذها بما يضمن تحقيق عائد إيجابي سريع على القطاع الصناعي المصري.